يا مساء الخير على جميع مشاهدي برنامج كلام مهم وحلقة جديدة من برنامجنا معاكم النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة بيناقش ظاهرة انتشرت على مدار ال10 سنين اللي فاتوا، ولكن انتشرت بشكل مرعب جدا. موضوع حلقتنا النهاردة بيناقش قضية الطلاق. يمكن لو بصينا حوالينا او في البيت اللي احنا ساكنين فيه او في جيراننا او في اصحابنا هنلاقي على الاقل من 1 لحد 3 لا اما منفصل لا اما خلعه لا اما رافعه قضيه طلاق للضرر لا اما مطلقه. طب يا ترى ايه الاسباب اللي وصلتنا ان احنا نروح نرفع دعوه بتاعه الطلاق دي؟ قال لك عندنا بتاع 1000000 سبب، ولكن احنا خلينا النهارده نناقش ونطرح اهم الاسباب اللي هي الاكثر شيوعا في المحكمه. قال لك مثلا ان سبب من الاسباب ان الراجل ده يطلع بخيل. بخيل؟ عايزين نحط بقى ايه 4 5 شروط تحت كلمه بخيل دي. بخيل دي يعني بخيل في عواطفه، في مشاعره، في عطائه. البخيل ده يا جماعه بيبقى انسان بخيل في كل حاجه، مش بخيل ماديا فقط. طيب ده سبب. سبب تاني يقول لك مثلا ايه، الراجل ده اتجوز جواز مصالح. جواز مصالح ازاي؟ يعني يجي الحاج باباه يقول لي يا ابني بص انا عندي ليك عروسه حلوه، تمام، اللي هي مثلا تكون ايه بنت شريكه، تعالى نتجوز ونفتح ايه المصنع على بعض ويبقى ايه زدنا في دقيقنا. ويجي الراجل يتجوز بنت صاحب شريكه دوت، يقعدوا مثلا سنه سنتين، في الاخر يلاقوا نفسهم ايه انفصلوا. ده سبب تاني، جواز المصالح ما بينجحش. طيب في سبب تاني بيقول لك جواز الصالونات. جواز الصالونات ممكن يكون واحد مثلا مسافر، تمام، قاعد له مثلا 10 15 سنه بره، او واحد مثلا اتاخر في الجواز يقوم مكلم مامته بيقول لك يا ماما بقى شوفي لي كده عروسه حلوه كده من بنات صحابك. تقوم ماما بقى مكلمه بقى صحابها ومجمعاهم كده، تاخد الصور، اتفرج يا حبيبي، يختار احلى واحده فيهم، تمام. يجي بعد كده يتجوز البنت دي، يلاقي البنت دي عقليه وهو عقليه تانيه خالص. عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا يا جماعه، في الجواز لازم تكون مشتركه ما بين الاثنين. ايه هي؟ الهوايات. لو انا هوايتي مش نفس هوايه جوزي، الجوازه دي عمرها ما هتكمل. ازاي؟ يعني مثلا هبسطها لكم قوي، يعني مثلا لو جوزي بيحب يتفرج على الماتشات انا كمان لازم اكون بحب اتفرج على الماتشات، لو جوزي بيحب يلعب طاوله انا كمان لازم اكون بحب العب طاوله، يعني لازم تكون احنا الاثنين هواياتنا زي بعض. ليه الاجانب دايما بيبقوا ناجحين في حياتهم؟ عارفين ليه؟ لان اول سؤال الاجنبي اول ما بيشوف الواحده يقول لها ايه؟ انت ايه هي هواياتك؟ ويشوف العقلية بتاعته هتبقى مندمجة مع العقلية بتاعة الإنسانة دي ولا لا، يعني هيتماشوا مع بعض ولا لا. الهوايات دي يا جماعة عليها عامل كبير جدا. وبعد الهوايات طبعا الاحترام. الاحترام ان احنا الاتنين نحترم بعض يعني ونقدر بعض، بناء على دوت الحياة هتمشي وهتبقى الدنيا زي الفل. طيب وفوق بقى الأسباب دي كلها الخيانة. الخيانة الزوجية، في واحدة تقول لك لا 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 انا ما اقبلش على نفسي وعلى كرامتي ان انا جوزي يخوني ابدا، استحالة، الا من رحم ربي. في واحده تانية تيجي تقول لك ايه لا انا خني المره دي انا ممكن اسامحه، هعديها له، تاني مره هعديها له، تالت مره خلاص بتقفل. ليه؟ لان كل واحده فينا عندها طاقه، مجرد ما الطاقه دي بتخلص خلاص الدنيا معانا بتقفل. اسباب كتيره وكتيره وكتيره ان شاء الله هنطرحها معاكم النهارده في الحلقه. فاي حد عنده مشكله، اي حد عنده سؤال خاص بالطلاق خاص بالخلع يقدر يكلمنا على ارقام البرنامج اللي ظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه. عايز اقول لكم ان احنا هيكون معانا النهارده ان شاء الله محامي متخصص في القضايا الاسريه، هيساعدنا كتير ان شاء الله في حل الاسئله او الاستفسار بتاعكم عن المشاكل. هنطلع بس فاصل بسيط وراجع لكم على طول. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم حلقتنا النهارده. موضوع حلقتنا النهارده بيتكلم عن الطلاق. اي حد يا جماعه عنده استفسار خاص بالطلاق او الخلع يقدر يكلمنا على ارقام البرنامج اللي ظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه.
عايز اعرفكم النهارده بضيف الجميل اللي منورنا ومنور الاستوديو استاذ ابراهيم امين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ منورنا ومنور الدنيا. ربنا يعزك يا رب. احنا كنا لسه بنتكلم على موضوع الطلاق وان نسب الطلاق عاليه جدا واسباب كتيره قوي وراء الموضوع ده. يا ترى ايه هو يعني من وجهه نظر حضرتك يعني كمحامي السبب وراء ارتفاع نسبه الطلاق؟ بص يا فندم، هو الاسباب بتتعدد. تمام. بتتعدد كتير، يعني في منها اسباب بتتعلق بامور ماديه وفي منها اسباب بتتعلق بامور نفسيه، بخلاف بقى يعني اللي بيتعلق اصلا بطبيعه العلاقه الزوجيه اصلا بين الزوجين. تمام. فدي الاسباب اللي هي الثلاث محاور اللي عندي الاساسيه اللي بناء عليها يعني بتتفاقم المشاكل وتوصل الخلافات لحدود الطلاق. تمام. والطلاق عندي انواع. احنا عايزين بقى نتكلم في الانواع. انا عندي طلاق للضرر، والضرر ده لوحده يعني بيتنوع في بالنسبه للاسباب بتاعته، يعني في طلاق للضرر للغيبه، وفي مثلا للهجر، وفي طلاق للضرر مثلا والعياذ بالله عنا او لمرض، وفي طلاق للضرر لسوء معامله سواء من الزوج او من الزوجه. تمام. اي مكان يعني ممكن في ازواج بيتطاولوا على بعض شويه، بيضربوا بعض مثلا، بيضربوا بعض مثلا، مد ايديه عليه. سمعنا احنا الموضوع ده وقت كتير جدا يعني. احنا كمان يعني في عمليا يعني احنا بنقابل مشاكل كتير. من ضمن المشاكل دي مثلا نسمع ان مثلا واحد كل يوم يصبح مراته بعلقه ونسيها بعلقه مثلا. تمام. وفي على العكس نسمع ان واحده هي اللي بتهزق جوزها لمؤاخذه، يعني انا اسف في الكلمه يعني. ايوه. بشتايم، باقوال، بافعال، ايا مكان يعني. بتخلي ست في الاخر ان هي تلجا ان هي تروح ترفع مثلا قضيه طلاق. مع احترامي انا مش باصص للست بصت ان هي دايما للطرف المظلوم. تمام. احيانا بتبقى في ست قوية، الطرف القوي. قويه. دي حقيقه. تمام. ودي يعني بتبان لنا احنا يعني من خلال التعامل معاهم في الشغل، يعني مثلا ممكن يجي لي مثلا واحده تقول لي سبب طلاق هو سبب من وجهه نظر انا او قانونا هشوفه هلاقيه فعلا لها حق، بس ممكن الاقيها هي اصلا بتدعي سبب غير الحقيقي او غير الواقعي. في سبب تاني ممكن يبقى عندها هي، وفي ست تانيه فعلا بتبقى فعلا جناح مكسور بقى، يعني الراجل بيستقوى عليها بيفرض نفوذه عليها، بس انا مش عايز يعني اطلع رجاله بالصوره فعلا الشرسه دي. احنا بنتكلم من الواقع اللي حضرتك مثلا عشته او من خلال القضايا اللي عدت عليك قبل كده. تمام. تمام. دلوقتي مثلا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. اولا مع احترامي طبعا، قانون الاحوال الشخصيه محتاج تعديل حال وفورا ولابد، ولن اتنازل عن هذا الطلب. اللي هو ايه بقى؟ يعني سبيشالي او خصوصا مثلا القانون ده. انا عندي محاور بتؤدي للطلاق. المحاور دي معلش انا النهارده ما عنديش توازن اصلا في القوانين، في القوانين الخاصه بالامور الزوجيه اللي هي قانون الاحوال الشخصيه، سواء قانون سنه 1 سنه 2000 او ما تلا من تعديلات، او القوانين السابقه عليه اللي كانت اصلا تعتبر انسب لنا كمجتمع او عصريا دلوقتي. تخيل حضرتك ان القانون سنه 1 سنه 2000 هو نزل بحاجات كتيره قوي وحاجات منظمة حلوة قوي. تمام. الظاهر بتاعها جميل ومريح، لكن مع احترامي لما احتكينا بيه عمليا وجدنا ان نسب الطلاق ابتدت تتفاقم وابتدت تزيد. يعني 2006 مثلا دي نسب انا هقولها لحضرتك جاية مش نسب من بقي، ولا دي نسب جاية حضرتك جاية من احصائيات مثلا ودراسات مثلا من الدولة بالفعل. مثلا كان عدد الطلاق وقتها وصل ل 65,000 حاله و500 مثلا. هو دلوقتي الاحصائيات اللي هي يعني اخر حاجه وصلت لي ان احنا دلوقتي وصلنا يعني من خلال مثلا ال 10 سنين اللي فاتوا احنا وصلنا لحد 1,250,000 حاله طلاق. فعلا. ده اللي موجود في المحكمه. فعلا. ده غير الخلع. ده غير اللي فاتوا. ده غير الخلع. ده غير اللي فاتوا. يا نهار ابيض. ده غير عايز اقول لحضرتك على حاجه. كل دايره النهارده
يعني كل منطقه سكنيه زي مثلا دوائر معينه، المعادي، المقطم مثلا، كل الدوائر دي لها محكمه اسره خاصه بيها. تخيل حضرتك كل قاطني هذه الدوائر، يعني عارف حضرتك اللي هو فاهمين بقى، فاللي هو مثلا تيجي ترفع لهم القضايا مثلا الاسره مثلا في الدائره بتاعتهم، تلاقي الرول مثلا بتاع المحكمه وصل لمثلا ايه يعني في اليوم الواحد. انا شفت ده بعيني على فكره. اليوم الواحد يعني اما حبيت مثلا انزل اشوف الدنيا فيها ايه، لقيت يا جماعه يعني قلت اشوف بعيني على ارض الواقع، رحت لقيت ان في اليوم الواحد الرول بيوصل مثلا لحد 1700 وحاجه، 1800 وحاجه. انا بستغرب بجد، يعني انا فعلا انا 1800 بني ادم جاي في اليوم دوت علشان عندهم مثلا قضيه طلاق او عندهم قضيه خلع، يعني هو يعني مين متجوز لسه يعني؟ انت متخيله حضرتك انا في انا محامي وشغال في الموضوع وشغال للناس وبنزل المحاكم وبحتك بحاجه زي كده وفي حاله ذعر من اللي بيحصل ده. يا نهار ابيض. طبعا طبعا. وعين النسب كلها اعمار ايه؟ اعمار 19 20 لغايه ال 30، يعني في اجمل سن سواء للرجل او للست ايا ما كان. فالنهارده في بقى من ورا الكلام ده تبعات. انا عايزه بس يعني اقول ملحوظه بس صغيره كده مثلا على الكلام اللي انت بتقوله ده دلوقتي، بتقول سنهم صغير. تمام. هل ان مثلا الام لما تيجي تتجوز البنت مثلا في سن العشرين او الولد يتجوز مثلا في سن العشرين، هل ده بيبقى عليه عامل ان هو الولد ده اتجوز بدري فما عندوش خبره كفايه طبعًا. ان هو ازاي يتعامل مع الحياه العمليه؟ بص حضرتك، هو من ناحيه الشرع الشرع حلل، بس من ناحيه القانون يعني انا في اعباء، معلش حضرتك، يعني جهل عنها حتى القانون او تغافلها او سقطت من القانون. تمام. انا النهارده حضرتك السن ده، السن اللي هو الصغير دوت، ما يقدرش يشيل مسؤوليه، ما يقدرش النهارده يتحكم في اسره، ما يقدرش ينشئ اسره ايا ما كان. ودي يعني حضرتك عارفه اللي هو ورد علينا امثله كتير. السن الصغير ده سواء للولد او للبنت او للراجل او للست ايا ما كان، اللعب مع المأذين وده بيحصل فعلا. ازاي؟ لا انا نوضح بس يعني ايه اللعب مع المأذين. اللعب مع المأذين في السن المبكر للزواج. اوكي تمام. يسننوا البنت وبتاع، واللي هي اقل مس تكون البنت دي اقل من 18 سنه بالزبط. اللي هو السن الرسمي للزواج بالظبط. فطبعا مع احترامي بتبقى عيله. العيله دي مش فاهمه طبعا، مش فاهم يعني ايه مسؤوليه، مش فاهم يعني ايه طفل، مش فاهم يعني ايه دلوقتي جوزها مثلا ممكن يبقى شغال لساعات متواصله وممكن يسهر في ليل، ممكن ايا ما كان. هتشيل مسؤوليه عيالي ازاي في غيابه؟ طب الولد ده لو تعب او البنت دي لو تعبت، ولادهم هيعملوا معاهم ايه؟ طب لو في مشكله مثلا، لو الولد كبر شويه مثلا ودخل المدرسه، يبقى لازم تكون الام اصلا على قدر كافي من التعليم اولا، قدر كافي من سنها المناسب، قدر كافي من التأهيل النفسي، ودي حاجات أساسية وضرورية. الراجل بقى مفروض بقى طبعا يعني هو كمان يكون يعني فوق دول، صاحب مسؤولية، يعني فوق دول كمان صاحب مسؤولية. وده كلامنا، لأن أنا ظهر لي في الآونة الأخيرة حاجات محزنة بصراحة، يعني زي اللي بعد كده الحاجات المحزنة دي مثلا ممكن تلاقي الراجل ما بيصرفش في البيت، مش عايز ينزل يشتغل ماديا، وشباب زي الورد، وده اللي مزعلني. طب يعني بالنسبه للموضوع بتاع ان الناس بتتجوز تمام، والموضوع بتاع المشكله الماديه ده بيبقى في كل بيت طبعا. طيب احنا معانا مثال النهارده، ممكن بس ننزل يا جماعه الصوره على الشاشه معانا، ممكن ننزل الصوره بتاعت الولدين علشان بس نشرح للناس. عندنا الطفلين دول. طيب هقول لكم مثلا يا جماعه حاله موجوده معانا في المجتمع، يمكن الصوره دي منتشره على السوشيال ميديا. لا دول في بير سلم، في بير سلم. الولدين دول ايه حكايتهم بقى؟ الولدين دول يبقوا ولاد مطرب شعبي تمام، اسمه شادي الامير. تمام تمام. الراجل دوت كل وظيفته في الحياه ان هو بيتجوز واحده وتخليها تخلف بعد كده يسيبها. تمام. متجوز اربع بني ادمين. تمام. كل واحده يتجوز يخلف منها ويسيبها، يتجوز يخلف منها ويسيبها. جات واحده منهم خلاص، يعني هي محتاجه فلوس تصرف يعني على الطفلين دول. وفي واحد منهم عنده 3 سنين واربع شهور، والتاني عنده 3 شهور. تمام. ست دي قاعده في شقه ايجار. تمام. الراجل ده لا بيصرف عليها ولا بيديها مصروف للولاد ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص، لحد ما الست دي قالت لها ايه، خلاص كده انت ما تدفعيش ايجار، يلا مع السلامه. ما انا عايز اقول لسيادتك بقى على النقطه هنا. هنحكي القصه بعد كده نقول النقطه اللي احنا عايزينها كلها. تمام.
الام تعمل ايه؟ خدت الطفلين لان هي خلاص ما عندهاش القدره الماديه الكافيه ان هي تصرف بيها على الطفلين دول وراحت ودتهم لاهل باباها. خلاص ادتها لحماتها. اما عمهم خد الطفلين ونزل حطهم في بير السلم علشان يرمي في الاخر بلا على مين؟ على الزوجة ان هي جت ورمت ايه؟ عيالها واهملتهم بالظبط. تمام؟ وفي الاخر اللي بيشيل الذنب ده كله ما بين عند الاب وعند الام هم الطفلين. هم الضحية. حقيقي. حالة زي كده في القضاء يعني المفروض ده ياخد حكم ايه؟ تمام؟ يعني 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 طفلين زي دول انت مش عارف انت جالك قلب ازاي؟ يعني حتى لو انت عمها عموهم ازاي جالك قلب ان انت تحطهم في بير سلم طفل خايف مش بياكل مش بيشرب لا حول له ولا قوة وسايبهم بالساعات لحد ما جارتهم خدت الطفلين دول وطلعت بيهم على اسم البوليس وعملت محضر. حلو. تمام؟ قضائيا الراجل ده المفروض يتحاسب ازاي هي يعني؟ هي دي يا فندم اولا يعني يتحاسب ازاي؟ هو مش الراجل بس خلي بال حضرتك هو يعني الراجل ومن عاونه خلي بال حضرتك والست لو هي متعمدة المفروض يتعدل القانون في نقاط معينة بحزم سريع إيجابي لأن ده يعتبر أصلا يعني يتعلق بقانون الطفل وقانون حول الشخصية. أنا النهاردة حضرتك الطفل ده أصلا هو اللي ليه الحق الأول والأوجب وهو اللي يتفرض على حق الزوج والزوجة الأب والأم يعني. أنا النهاردة حتى في مشاكل الحضانة هي دي حالة عكسية هو المفروض بيبقى ايه او المتبع ايه او العملي ايه اللي احنا بنشوفه دايما يعني تلاقي عند ان مثلا الام تاخد الاولاد وتاخدهم مثلا بطلب للنيابه مثلا تعمل طلب للنيابه او بدعوى ضم حضانه ضم حضانه وبتاخد سواء بقى بامر وقتي طبعا سواء قصدي بطلب للنيابه فالنيابه بعد تحقيق مناسب المفروض طبعا بتستصدر قرار بضم الصغار للام ويكون مثلا الصغار مع الاب ويمتنع عن تسليمهم وهنا القانون ابتدى ان هو ايه يعني يحزم الموضوع فعلا على يعني الاباء اللي بتحاول يعني تضغط على الزوجه في حاجه زي كده وبالفعل اصدر في قانون العقوبات الماده 292 الحبس لمده سنه خلي بال حضرتك لا تتجاوز سنه او بغرامه 500 جنيه المادة ده في حالة ان الاطفال لسه في السن الحضانة بتاع الام صح كده؟ بالظبط بالظبط كده يا فندم يعني اي راجل دلوقتي يا جماعة تمام بياخد الولاد غصب عن عين مامتهم ها ويروح يخطفهم ولا ياخدهم عونا تمام واقتدارا في الاخر دي عقوبة ليه حبس تمام يعني مدة ما تتعداش السنة لا تتجاوز السنة وده حاجة نسبية بقى للقاضي يعني وغرامة 500 جنيه قاضي الموضوع سعادتك هو اللي بيقدر يعني قدر الحبس اللي يدير الزوج في حاله الامتناع عن تسليم صغير بس ده لما يكون في حكم قضائي او امر صادر من النيابه وجب تنفيذه يعني طول ما الام معاها الورقه بتاعه ضم الحضانه تمام حضرتك انا اعرف ارفع عليك بالظبط قضيه واحبسك بالظبط كده صح كده وده بالفعل فعلا بيتم بس بياخد وقت بقى مثلا هي دي الحاله العمليه هي دي حضرتك الحاله العمليه والحاله اللي هي المفروض اللي هي متبعه واحنا بنشوفها دايما لكن حضرتك لكن لما نلاقي الحاله دي بالشكل العكسي ده هو هنا حضرتك لازم يعني يعني يتفرض عليهم مش هقول نوع من العقوبه يعني عايز اقول لحضرتك يعني الاثنين مع احترامي يعني يتفرض عليهم بجد عقوبه حازمه انا شايف رايي لو تتعدى الخمس سنين كمان أو أكتر كمان وده تقييما لحق الصغير يعني هقول ساعتها أنا النهارده ذنبي الصغير ده إيه؟ ذنبه إن هو ابن أب مثلا مش فارق معاه وبيتجوز وبيطلق أم هو ذنب أم ضحية فقر مثلا أو ضحية مثلا إهمال زوج ليها أو ضحية إن زوجها مثلا مش عايز يكمل معاها فطلقها ذنب الصغير إيه؟ إحنا ليه يا جماعة إحنا يعني كمجتمع احنا بنلعب مصري. ببعض بالعيال ليه فاهمة انا همسكك من ايدك اللي بتوجعك بالعيال وانت همسكك من ايدك اللي بتوجعك للعيال عايز اقول لحضرتك كل ليه؟ ده ما كل ده هيأثر في نفسية الطفل بعد كده على فكرة عايز اقول لك حاجة ان يعني لكل حد بيتفرج علينا دلوقتي احنا بنطلع مجتمع
ماشي، بنطلع فئة كده من الأطفال هيطلعوا كده ويكبروا عندنا في المجتمع عندهم عقد نفسية جامدة جدا ودي بسبب أهم اللي حاجة احنا بنعمله فعلا فيهم. فعلا فعلا، دي أهم حاجة فعلا بتبص لها هي نفسية الطفل. النهارده الطفل بيطلع النهارده يعني في منهم اللي بيطلع منزوي نفسيا طبعا، وفي منهم اللي بيطلع عنده ستريس عام على طول طبعا بيحصل. في عندي أطفال ممكن أشوفها في تشتت في الإرادة، في تشتت. عارف ليه تشتت في الإرادة؟ لأن المفروض يعني احنا خلاص انفصلنا باحترام، الولاد بينا باحترام، تمام. ما ينفعش انا اقولها ده باباكي وباباكي وباباكي وعمل وسوى فيا، وهو ما ينفعش يقولها مامتك عملت وسوت، واحنا بالظبط الاثنين نشيل العيال من بعض. لا بالعكس، طب ما هم هيكبروا بعد كده هيبقى عندهم عقده من الجواز، فاهم يعني؟ كل اللي شافوه في حياتهم وهم او هيطبق، صغيرين او هيطبقوه حتى بعد لو كده هو في ما عندوش حياتهم. عقده من الزواج هو خلاص هيطبق اللي شافه عملي. ايوه العملي النهارده اوقع من العلمي، يعني لو هو مثلا بيتعلم حاجات معينه وازاي تتعامل مثلا في حياتك العامه وسلوكياتك ايا ما كان هيبقى بالنسبه له مكتسب، لكن العملي بالنسبه له بقى طبع. العملي النهارده حضرتك وصل الموضوع انه خلى الصغار يعني حتى الاثنين الاخوات مع بعض مش هتلاقيهم يعني اصحاب مع بعض. المفروض الاخ والاخت او مثلا الاخين او الاختين يبقوا مع بعض، المفروض يعني اصحاب طبعا ايا ما كان. هو طبعا يعني بيحصل خلافات وكده بس هم برضو اخوات بيخافوا على بعض. طبعا النهارده من مشاكل الطلاق دي ممكن تلاقي واحد منحاز لوالده طبعا وواحد او منحاز واحده لمامتها. منحاز لمامتها، فتلاقي في تضارب بين الاثنين، طب فتلاقي في صدام جامد. النهارده حضرتك النهارده يحدي الموضوع ده ايه؟ لازم قانون الاحوال الشخصيه بنفسه هو اول حاجه نبدا بيها. قانون الاحوال الشخصيه لازم يتغير. النهارده في مناشده النهارده حضرتك وفي مشروع قانون بالفعل يعني بيتصدر مناقشته الازهر الشريف طبقا للشريعه الاسلاميه الغراء، ولكني انا في رايي بصراحه يعني في رايي انا شايف ان هو برضو لسه الموضوع محتاج بحث، لان هو اعلن عن حاجات معينه هي اسباب الخلاف الرئيسيه اصلا للطلاق. طب نعرفها. اقول لحضرتك عندي مثلا ضم الصغار، كان زمان قبل سنه 2005 او 2001 كمان كان ضم الصغير كان بناء على تخيير وسن 10 و12 سنه، ودي كانت بالنسبه لنا يعني كانت نسبه كبيره برضو. النهارده القانون النهارده بقى 15 سنه للولد للولد والبنت و18 للبنت، صح؟ دلوقتي بالظبط. دلوقتي النهارده بقى كمان القانون النهارده ناوي يوحد او خلاص المشروع القانون الجديد دلوقتي هيوحد السن السن هيبقى كام بقى؟ ل 18 سنه، يعني بيزيد البلاطينه مع احترامي. يعني هي الفكره كلها مناقشين المشروع يعني مش باصين لمشكله صغيره بس. تمام. طب احنا ناخد بس التليفون ونرجع ماشي نكمل تاني. معانا استاذ سيد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ سمعك. الله يخليك يا فندم، الحمد لله تمام والله. الحمد لله يا فندم، اتفضل يا فندم. الله يخليك يا فندم. دلوقتي في اثنين متجوزين تمام ومعاهم 3 اولاد. تمام طبعا الحياه بينهم صعبه خالص، طبعا البت يعني فهمها قليل عندها مشكله عقليه يعني؟ لا مش عارف والله، احنا ما نعرفوش المشكله دي ايه. تمام. هي تزعل وتوديها بيت اهلها وترجع تاني، المشاكل اللي تحصل تعملها تاني وتتكرر يعني. انت بتتكلم عن الام؟ على الام. تمام. طبعا هي اكيد عندها حاده، بس اهلها لما جوزوها ما قالوش على الحاده دي اللي عندها، حاله نفسيه يعني. بس انتوا شاكين ان هي عندها حاله نفسيه؟ عشان هي بعد كده تعترف ان هي غلطانه ومش عارف ايه، يعني لما تحصل مشكله تعترف ان هي غلطانه وتعترف بالغلط بتاعها. تمام. وترجع تعيد المشكله تاني من اول وجديد على طول. تمام. مثلا المشكله مثلا بتخص مثلا غيره مثلا او شك، او يعني لان المشاكل دي بالذات عند الستات دايما هتلاقيها يعني ما بهداش فيها، حتى لو المشكله عدت لاني دخلت في المشكله اللي وراها بسبب مثلا غيره او شك. هل مثلا المشاكل بتبقى متعلقه بالحاجات دي؟ لا لا لا، هي تضرب، ممكن تضرب الاولاد. اوكي تمام. ممكن تغير من اللي حواليها، ممكن العيل اللي مصر تضربه في الحمام. اتجردت فيهم عيل من الاولاد يعني تعبان، يعني بعيدة ممكن يضرب عيل صغير، يعني المشاكل تمام كده يعني. طب يا فندم خليك معانا واسمع الرد ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا لمداخلتك، وان شاء الله نستنى ان انت تشاركني الحلقات الجايه. شكرا يا استاذ سيد. طيب. كده الكلام اللي قاله دلوقتي الاستاذ سيد هو يتوافق مع اول
يعني اول كلامي عدم الاحترام مثلا بتاع عدم الاحترام الزوج والزوجه او مع مثلا بعض، عدم التاهيل النفسي. التغيير النفسي. التاهيل النفسي النهارده حضرتك، النهارده لما الزوجه تكون بتتعمد الغلط والنهارده القانون معاها، هو ده بقى اللي انا بقوله. النهارده قانون الاحوال الشخصيه وجب انه يتغير ولا لا؟ اي ست في الدنيا عندها قناعه شخصيه ان قانون الاحوال الشخصيه في صفها، طبعا تقدر تضم عيال زي ما هي عايزه، تقدر تنقل ولايه تعليميه زي ما هي عايزه، تقدر تعمل اللي هي عايزاه. حلو قوي. وخصوص الولايه التعليميه دي موضوع ما بياخدش اكتر من اسبوع او اسبوعين على الاكثر في المحكمه. حقيقي فعلا. طيب الكلام ده فين ضوابطه؟ ضوابطه بترجع المفروض يعني المفروض يعني اجراءاته بتبقى سريعه جدا. طب انا النهارده اتاكد ازاي من يعني الاب اذا كان ممتنع ولا لا؟ هو لازم تحقيق بجد. ايوه لازم تحقيق قوي وموسع اقدر يشمل كمان تحريات. طبعا ده اللي انا بطالب بيه فعلا يعني. ليه؟ لان حضرتك النهارده معلش ممكن الاب يكون فعلا حد مسالم جدا والزوجه بتاعت مشاكل، طبعا او الزوج يعني هيكون حد مسالم وزوجته بتاعت مشاكل في كتير كده، او بتتربص له او بتتصيد بيه اخطاء. يبقى انا النهارده حضرتك لما اسيب الموضوع مطلق انا كده ظلمت. طب عشان ما اظلمش اعمل ايه؟ لازم النهارده اعمل تحقيق موسع. النهارده هو القرار بيطلع من مستشار اللي هو قاضي الامور الوقتيه في ايده الوحيد، يطلع قرار سريع في خلال اسبوع او اسبوعين. وده مثلا الولايه التعليميه. احنا هنرجع لموضوعنا تاني. هنرجع هنرجع بس انا شقيت يعني معلش انشقيت لسبب بسيط. لا هو حلو التوضيح ده جدا طبعا. ربنا يعزك يا رب. بس انا بتكلم بقى الجزئيه ثانيه. انا النهارده لما ارجع لموضوعي الاصلي اللي هو الموضوع المشكله اللي الزوجه بتتعمد تعملها وترجع وتقول مثلا والله اصل انا معلش انا اسفه وبيرجع الحياه بتسري من جديد، ولكن الحل ايه؟ برضه هل المسلسل ده وقف؟ لا، هي شغاله زي ما هي برضه. طب والحل في موضوع زي كده مثلا المفروض يعني الزوج يتصرف ازاي يعني في حاله زي كده مثلا؟ بص يا فندم، طبعا هو في الوضع ده الحالي ده، هو حاليا وعلى ظل القانون الحالي هو الزوج ما يملكش غير انه يعمل مثلا محضر اثبات حاله بس كده. بس يعني في اي حاله ضرب يعمل اثبات حاله النهارده يا فندم في نقطه. فانا مجرد برضو ما عملت محضر اثبات حاله، طب انا عملت شحن. هنرجع ناخد بس التليفون ده معانا. منار. الو الو، ازيك يا منار؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. من فضلك كنت عايزه اعرف حقوق الزوجه في حالات الطلاق الغيابي. طبعا هي لها مؤخر. بس ايه تاني في الطلاق الغيابي؟ عيون الاثنين تبع الحلقه وهنرد عليكي حالا. اشكرك. شكرا يا استاذه منى. فطبعا حضرتك انا يعني ارجع لكلامي اللي هو معلش حضرتك، طبعا هرد على الاستاذه بس يعني انا بتكلم اللي هو يعني نرجع لموضوعنا الاصلي دلوقتي او الموضوع الاساسي، ان حضرتك النهارده لمجرد ان انا كزوج اروح اعمل محضر لمراتي، ما ده في حد ذاته انا عملت ضغينه بيني وبينها. الحياه مش هتستقيم، العيال نفسهم هيطلعوا النهارده منهم منحاز ومنهم ضد. فانا النهارده برضه عملت تفرقه. يبقى انا النهارده ما فيش قدامي يعني الاجراء اللي هعمله دلوقتي هو اجراء هيبقى صارم. ممكن المحضر ياخد حفظ واخد منه صوره رسميه وبعد كده يعني في الاخر ممكن ما يحصلش اي حاجه، وكل اللي انا عملته ان انا عكيت الدنيا زياده مع مراتي. بالظبط. ليه؟ معلش النيابه هتدي مثلا المحضر حفظ. مثلا بيقال لها واجي مثلا اقامه الدعوى الجنائيه مثلا. امي وبتربي عيالها. انت هتتكلم في ايه؟ صح. لا بس ساعات عايز اقول لك حاجه، التأديب من حق الاب والام. انا معاك بس ساعات احنا بنشوف امهات مثلا يعني فعلا تكون معذبه اولادها. بنشوف ودار بيكون معلم في الجسم فعلا. حاجه كده بتبقى صراحه احنا بنشوفها كامهات جسمنا بيقشعر. ده خلي بالك حضرتك ناتج من الزواج المبكر. مع العلم ان حضرتك انا عندي فترتين فاصلتين. الفترتين دول فتره ما قبل القانون 1 سنه 2000 وما بعد القانون 1 سنه 2000. قبل القانون 1 سنه 2000 كان قوانين قديمه سنه 52 و قانون قديمه دي حضرتك احنا اهالينا كانوا عايشين فيها. امهاتنا وابهاتنا كان بيحصل مشاكل. هو ما كانش بيحصل مشاكل، كان بيحصل بس كان في ذوق، كان في عارف حضرتك تبادل وجهات نظر، بس حتى ولو بعد المشكله بيوم بيومين باسبوع بس الدنيا بتتحل. يجي مثلا اخوات الزوجه او ابوها ما يعرفش حاجه، ما يعرفش ان في مشاكل بينها وبين زوجها. ليه؟ هم اتربوا على كده. دي الناس عندها اصول وتاهيل نفسي. النهارده بقى حضرتك تعالي اتفرجي النهارده حاجه
مثلا معلش مع احترامي ودي كانت من ضمن المشاكل اللي قابلتنا انا بقى يعني حضرتك يعني في خلال شغلي بصراحه. ان مثلا واحده مثلا واقفه في المطبخ فده اتلسعت مثلا وهي بتعمل مثلا بطاطس او اي حاجه مثلا من زيت، فلمجرد ان الزوج دخل مثلا بص ايديا عملت ايه بيبقى جاي هو طبعا حران والدنيا بتبقى غصب الدنيا ما ولعتش مثلا، فممكن يقول لها معلش الف سلامه وبتاع معلش الف سلامه انزل هات لي مش عارف ايه دلوقتي طب الحقني وديه الدكتور الله 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 الله. طب هو ده ممكن يعمل مشكله برضه، بس عارف العامل النفسي برضه في الحاجات اللي زي كده بيبقى مهم جدا. وارجع للنقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها من شويه، ان لما الست تكون عندها مشكله مع جوزها، في ستات ممكن لما يجي يخرجوا مثلا يروحوا عند اهلها تقوم عامله له البوس كده ماشي ودي كتير وتبين للناس كلها ان هي بص مش طايقه في فعلا سيدات كتيره بتتعمد حقيقي بتتعمد حقيقي. وفي ناس تانية يكونوا مولعين في بعض في البيت، مولعين في بعض بس يطلعوا بره حاجه ثانيه، مجرد ما حد يضيف يخبط كده بس على الباب ويفتحوا الباب صح بيستقبلوه ازيك عامله ايه بص ده لسه كنا بنهزر من شويه، بيحسسوهم ان ما كانش فيه اي حاجه صح. وده بيرجع من وجهه نظري للتنشئه ذات نفسها بالظبط. انا كبرت مثلا لقيت اهلي بيتعاملوا بالمنظر ده فهو انا اتطبعت بالطبع ده بالظبط، فبقيت لما كبرت بطبقه في بيتي انا كمان. بص يا فندم هنا ما فيش قدامي غير عنوان واحد هو ايه ولا تنسوا الفضل بينكم. ربنا نفسه امرنا سبحانه وتعالى بألا ننسى الفضل فيما بيننا صح. يعني انا كزوج لازم افتكر برضو الزوجه دي قبل كده سهرت عليا ولا سخن ولا تعبان استنتني لما اتاخرت من شغلي كانت بتجهز لي اكلي بتكوي لي هدومي بتربي لي عيالي رفقا ده انا كزوج رفقا بالقوارير طبعا لكلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طبعا كذلك الزوجه برضو يا كمال لا تنسى الفضل لا تنسى الفضل من ناحيه ايه؟ الراجل اللي شقيان ده طول الليل وطول النهار وبيروح وبيجي وبيسهر معلش مع احترامي ده في حاله الراجل اللي بيشتغل في رجاله للاسف يعني النهارده ظهرت ظاهره متفشيه وللاسف مش كتيره قوي يعني هي كتيره للاسف قصدي كتيره بس يعني ربنا يهديهم طيب. ما بيشتغلوش يعني دي حاجه ثانيه فالمهم نتكلم في حته الفضل دي هنتكلم فيها ناخد بس محمد هنرد بقى على الاستاذ لا هنرد عليها حالا معانا استاذ محمد الو فصل الاتصال شكرا يا استاذ محمد. بالنسبه للاستاذه بقى اللي كانت بتسال استاذه منار هي بتسال دلوقتي ان هي ايه هي الحقوق في حاله الطلاق الغيابي جوزها طبعا اكيد مش موجود فطلقها طلاق غيابي بص يا فندم الطلاق الغيابي هي لها كامل حقوقها كامله يعني نفقة ومتعه صح كده ومتعه عد ونفقه عده ومؤخر صداع ولو لها اولاد بتاخد اجر مسكن وبتاخد اجر حضانه والمدرسه مصاريف المدارس كل حاجه كل ده حضرتك ده بالنسبه لها. طب سؤال بقى مهم جدا فضل. لو الراجل ده مسافر مش موجود تمام طيب تمام وخدت عليه حكم حلو هيجيبوا الراجل ده منين هيجيبوه طبعا من بره طبعا فعلا حضرتك انا ماسك قضايا زي دي كده طبعا يعني بيتجاب يا فندم التعاون الدولي ده يعني بيعمل ايه التعاون أوكي. الدولي ده حضرتك شغال يعني من نار عايزين نطمنها بس يعني نديها كذا حل لا 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 شغال التعاون الدولي ما شاء الله يعني الساده المستشارين قضائنا النزيه المحترم بجد يعني بيعانوا كتير وبيتعبوا كتير وبيسهروا وبيشتغلوا تقريبا يعني لساعات كبيره ساعات اعداد طويله طبعا ان التعاون الدولي ده حضرتك شغال على العلاقات الدوليه كلها بكل الوزارات الخارجيه وطبعا يعني الوسيله طبعا اللي بتتعاون مع قضائنا في الجزئيه دي وزاره الخارجيه طبعا بيبقى لها دور كبير قوي بتنفذ طبعا كل القرارات والتعليمات اللي بتجيلها من التعاون الدولي ربنا يسهل ان شاء الله بس الموضوع سهل مش صعب بس بياخد شويه وقت بس هتاخد حقوقها هتاخد حقوقها طبعا كامله مكمله حلو ناخد معانا تليفون استاذ احمد الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا عم بشرف البرنامج لو سمحت بس اتفضل يا فندم انا دلوقتي تحسي بعض الستات يعني ان هي مش فارقه معاها يعني لما جيت تتكلم لو عامله مشكله يعني الواحد عاوز يحاسبها يعني يعني مثلا بيخوفها تخويف يعني انه مثلا انا ممكن اعمل كذا او كذا لا تقول لك هي لا انا مو انا هي اللي يجبرني مثلا اني اقعد انا اتطلق انا هي اللي يجبرني مثلا على العيشه دي مجرد لو الواحد بس يعني بيخوفها تخويف كده يعني عشان بس هي ما تغلطش ثاني او ما تعودش الغلط
فتحسي ان هي مش باقيه يعني على العشره ولا على العادي، يعني مش فارقه معاها. إن ما انت عارف الست بتوصل لكده امتى يا حاج احمد؟ ايوه يا فندم. عارف الست بتوصل للمرحله دي امتى؟ بتوصل للمرحله دي في حاله ما انت كل شويه انت بتهددها، كل شويه بتهددها، كل شويه بتهددها، فممكن تكون خلاص هي زهقت، فبتقول لك خلاص اللي عندك بقى خلاص اعمله. تمام، ما هو ماشي، بس الواحد يعني مثلا عشان خاطر الاطفال، عشان تعرف مثلا ياخذ مثلا يعني موقف كده او كده، عشان خايف برضه يعني عشان الاطفال اللي معاه مثلا صغيرين دول، مش ذنبهم في البهدله يعني، فالواحد بيحب يعني يخوفها، مش يضربها، ممكن يضربها مثلا امور السوء اكتر يعني كذا. والله انت راجل محترم، انت راجل محترم، انت راجل محترم والله. هنرد على سؤالك حالا يا فندم، شكرا ليك. والله بص، يعني هو ما بيلتجئش مثلا لطرق الضرب، ولا هو بيهددها بس ساعات في بعض الستات من كتر ما انت بتفضل تقول لها انا هطلقك، انا هروح اتجوز عليكي عشان خلاص بقى اخر هعمل اللي انت عايزه، تلاش القانون معايا. بالظبط كده، وده بيحصل كتير، وده اللي انت كنت بتتكلم فيه من شويه بالظبط، ان الست ضامنه تمام كامل حقوقها، ضامنه كامل حقوقها فعلا، بلس الموضوع اللي انت لسه قايله ان هيزودوا كمان سن الحضانه وهيخلوه كله موحد لحد سن 18 سنه. بس هو لسه مشروع، بس انا يعني الاحقهم الاحقهم يعني يا رب رسالتي بهذا البرنامج يعني توصل ان شاء الله باذن الله للساده يعني اعضاء مجلس الشعب والساده النواب يراعوا ده، وطبعا لمشيخه الازهر، لان انا حضرتك النهارده، انا النهارده عشان اراعي موضوع نقل الصغار يعني من كنف والدتهم لكنف والدهم، هم اصلا من الاول في كلف والدهم المفروض يعني، لان هو بيصرف وبينفق طول فترات معينه. انا النهارده عندي مشكله كبيره جدا بسبب الموضوع ده. النهارده اللي مجمد قلب الست ايه؟ العيال طبعا، تمام. واللي مجمد النهارده معلش حضرتك يعني قوتها مستمده من حقوق الصغار اللي هم مرافقين ليها، اللي هم اصلا حقهم هو الاوجب، هو مش حقها هي، بس هي بتستغل حقهم هم. هو حق الحاض يعني حق حضرتك الحضانه اصلا من حق المحضون مش من حق اللي حاضن. دي تفرق ازاي بقى؟ نوضحها بس للناس عشان ايه يفهموا النقطه. انا كصغير مش حقي، مش يعني هو حق انا اكون مع مين؟ مش اللي هكون معاه هو اللي حقه، لا ده حق انا. يعني هكون مع والدي، اكون مع والدتي على حسب. في الصغر ماشي، لغايه لو خليناها لغايه 7 و8 سنين، انت توصل مثلا لحد ما بقى عنده المقدره ان هو يحكم، يفهم بس ان هو يحكم بقى، يخش مدرسه بس، يخش مرحله الادراك خلاص كده. حتى لو الاب تزوج، ودي وجهه نظر انا، حتى لو الاب تزوج هو اولى بيهم، خاصه كمان لو بنات. طبعا بس يعني انا عايزه اقول لك حاجه، يعني دي من وجهه نظري المتواضعه تمام، ان يا جماعه حتى لو احنا انفصلنا، حتى لو احنا انفصلنا، ليه الولاد ما تبقاش بينا باحترام؟ يعني مثلا يا اخي انت هتاخد ولادك دلوقتي عشان انت ملتزم بيهم، عشان انت والدهم، ماشي على عيني وراسي، قابلني صور كتير كده، بس يعني حقيقي. ليه ما يعني ما اخدهمش انا كأم مثلا في الويك اند، او العكس، طيب ان هم يبقوا معايا ويبقوا معاك مثلا ويك اند، الدنيا هتبقى اسهل من طبعا. كده بكتير طبعا. بكتير والله العظيم طبعا. وهننمي ثقافه في الاطفال الاحترام المتبادل. برافو كده، والدي بيحترم والدتي، والدتي بتحترم والدي، فبناء عليه انا هيطلع شخصيه نضجه محترمه بالظبط. فانا النهارده حضرتك النهارده اللي بيخلي النهارده الاولاد اللي هم بقى نشء كارثه الطلاق دول حضرتك بيبقوا غير سويين، يعني بيبقى في الفصل مش سوي، يعني هو في الفصل الدراسي بتاعه مش سوي بناء عليه، يعني يبتدي يبص اشمعنى صاحبي دوت او زميلتي فربنا يسهل يعني، نحاول ان احنا يعني نلم الموضوع على قد ما نقدر، بس يعني يا رب الناس بس تتعظ وتاخد من كلامنا عبره بس ان شاء الله. تمام، ناخد استاذه مها. الو، السلام عليكم. صلاه الله وبركاته. وعليكم السلام. انت مش استاذه مها خالص. وعليكم السلام يا فندم، اتفضل. رمضان طاهر، انا من رايي بصراحه اتفضل، يعني في كل حاره تعمل يعني زي ما تقول مجلس صلح، مجلس صلح عائلي ده يضم مثلا الشيخ المأذون والشيخ الواعظ ومجموعه من العقلاء وتدخلوا في الامر، وقبل ما القسم والنيابه تشتغل في الموضوع ده تحول لهم الموضوع، لما يعجزوا فيه يبقى في دول لما قال النيابه والاقسام الشغل بتاعهم. والله وجهه نظر حضرتك تحترم، كفكره جميله فعلا. بس مش هي صعب تنفيذها في القاهره واسكندريه مثلا في المدن، لكن هي جميله في القرى، هي جميله جدا وبجد يعني دي لو اتاخد بيها
هتحل كتير. هو فعلا بيحصل مجالس عرفيه وفعلا بيحصل مجالس، وانا حضرت عن نفسي انا كذا مجلس عرفي في حالات زي كده، سواء بقى طلاق او جواز او في مشاكل تانية جنائيه حتى. بنعمل ساعات قعده عرفيه بحيث ان احنا نراضي الطرفين عشان ما يكونش في ضغينه تولد بعد كده. عندك اللي بيقوله طبعا الحاج، طبعا انا معاه جدا، بس عايز اقول لك حاجه برضو يا ابراهيم، ان احنا مش عايزين نوصل الموضوع لما يكون في مشكله ما بينك وما بين جوزك، خليها جوه بيتكم. يعني اسمعي مني النصيحه دي والله العظيم، خلي يعني المشاكل دي تبقى جوه بيتكم انتوا بس، انتوا الاثنين اللي تحلوها. ليه؟ لان المشكله لما توصل للاهل، اهله او اهلك، سواء اي حد فيهم هما الاثنين، المشكله هتكبر هتكبر، وانتوا الاثنين ممكن تصالحوا في الاخر، ها، وهما الناس الكبيره دي هتفضل شايله منكم انتوا الاثنين، او منك او منه بقى. اذا كانت يعني مامتك ممكن تبقى شايله منه، باباه ممكن يشيل منك، فانتوا بتعملوا فجوه. فاحسن حاجه واحسن حل ان مشاكلنا نحلها سوا. الموضوع بسيط جدا والله العظيم، بس محتاج عقليات كبيره ناضجه. صح. احنا الاثنين يعني يبقى عندنا قدره استيعاب، ان مثلا ايه، يعني هو راجع مثلا من الشغل متضايق، زعلان، مخنوق، يعني مش لازم استقبله بمشاكل، ده النهارده حصل وحصل 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 وحصل. لا، انت ممكن تعملي حاجات بسيطه جدا، يعني تستني لحد ما جوزك يدخل، تعملي له الغداء، كوبايه شاي حلوه، تقعدي تدردشي معاه، اسكت، مش النهارده حصل كذا 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 كذا، وانا اتصرفت في الموقف ده بالطريقه الفلانيه. الموضوع ده هتلاقي الموضوع المشاكل بتعدي بطريقه لطيفه. ناخد استاذه مها ونرجع تاني لموضوع حلقتنا. تمام. استاذه مها، الو. شكرا استاذه مها. تمام. والله حضرتك اللي بتقولي ده ردي على الزواج المبكر. اه، ده ردي فعلا على الزواج المبكر. تمام. الزواج المبكر كارثه. انا بوجهه نظري كارثه. بص حضرتك، شرعا يجوز، بس كان في مجتمع اسلفنا كان مجتمع صالح. احنا النهارده معلش حضرتك، في مننا يعني ذوي الاهواء، يعني الاجيال اللي طالعه دلوقتي، طبعا ربنا يا رب يحفظهم جميعا يا رب، ويبارك فيهم ويبارك في اولادنا جميعا. يعني ان شاء الله باذن الله جيل مستقبل ناضج وفاهم وعارف هو بيعمل ايه، بيحترم حقوق الاخر ورغبه الاخر. اللي هو اصلا دلوقتي حاليا هو ده سبب الفجوه اللي عندنا، لا الزوج ولا الزوجه بيحترموا رغبه بعض. حقيقي. وده حضرتك اللي عامل مشكله. تاني حاجه، انا ما عنديش قانون واضح، ما عنديش قانون، معلش القانون عندي بيدي نصوص عامه ما فيهاش روح قانون. انا النهارده حضرتك ازاي انزل للكلام ده؟ انا النهارده بدايه ابتدي انظم الموضوع بشكل اهدى بكتير مع سن الحضانه، مع النفقات والنسب اللي بيتحكم بيها في النفقات. ما هو النهارده ممكن النهارده يبقى واحد مثلا مرتبه عالي قوي او يتحكم فيه، يتحكم له مثلا ده يتحكم فيه بنفقه كويسه قدر مناسب للاولاد وللزوجه او للمطلقه لها اولاد يعني. يبقى انا النهارده العمليه بقت ظريفه، بقت على الاقل متحمله. انما حضرتك النهارده ممكن النهارده الزوجه بتستغل فقر الزوج مثلا وتقوم مقاضياه. التقاضي ده النهارده مش بالسهل، فالتقاضي برضه هيكون احكامه صارمه، احكامه شديده، والزوج هيحترم الحكم فيبتدي ان هو ينفذ. فممكن يعني احكام النفقات مع بعض الناس بتبقى احيانا اعلى من قدرته هو فعلا على السداد. وده خلي بالك بيوصل، يعني بيوصل الموضوع بيلحق ليه طبعا، لو بالذات في الاعمال الحره. عندك الاعمال الحره حضرتك يعني ممكن يبقى في يوم بيشتغل وعشرة بيبقى زي الفل مليونير، ويوم تاني بيبقى قليل كده. عندك حق استاذ ابراهيم، بجد انت نورتني، وانا كان معايا اسئله كتير قوي يعني لسه كنا عايزين نسالها، بس وقت الحلقه صغير جدا، ما لحقناش ان احنا نخلص كل الاسئله اللي معانا. بس ان شاء الله لينا حلقات تانيه اخرى. نورتني يا فندم، وان شاء الله باذن الله لينا حلقات تانيه. شكرا يا فندم. اعزائي المشاهدين، للاسف وقت الحلقه خلص معاكم النهارده، استنونا ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده مع برنامج كلام مهم مع مونيكا. السلام عليكم.